اذا كان انا اقول بلي 90% كان سيناريو منتظر عليه فعلا. وعبد الرحمن مهداوي امين كان قال في منتصف الميدان في اخذ ورد من هناك في منطقه المنتصف مباشره للحارس محمد غانم طويله هذه الكره. هذا اهلي برج بوعريج للحارس علاوي فتح طويله مره اخرى ناحيه غزالي وتدخل دفاع اهلي البرج على مرتين وقفت العمليات وتدخل دفاع اهلي البرج والكره. والشكر الموصول يعني للفريق التقني العامل معنا اليوم علي جعفر فعلا بقياده المخرج مهدي حداد وكل الفريق كل من موقعه. طبعا الكره براجيه تعود من جديد بين عناصر الدفاع القائد بيكاتشي على الصوره يغير الجناح مباشره من هناك يلصق ويرتفع بتسجيل الهدف الاول وبتسجيل هدف التعادل في لدى طرقول لاعب بني فعلا ربما المحظوظ عبد الكريم بني اللي سيملك لاعبين كان قضى اغلب اوقاته في الاحتياط ونشوفه باللي هو حث عن ثنائيه يغني في التوزيع من هناك ملعوب الكره بشكل جميل تدخل الدفاع بصعوبه غزالي ثم انطلق من هناك في هجمه معاكسه مرتده يوسف غزالي على الصوره ثم الركنيه ركنيه نعم لاشباله في هذه المباراه التي قلت بانها للاستدراك ولتجاوز مرحله الفراغ التي يمر بها الفريق في مباراه قد تكون الاخيره بالنسبه لدحمان مهداوي المدرب اهلي برج بوعريج. حتى سؤال بالنسبة لجماهير اهلي برج بوعريج لكن هذه هي نقول هذا ما جعل المسؤولين مسؤولو هذه المباراة وحتى مسؤولو تدخل بيكاكشي يقطع الكرة بامتياز مكحوت يبحث عن غزالي وتنفتح يحاول وتدخل دفاع اهلي البرج هل فيها قرعة دور نصف النهائي التي في هذه المرحلة الثانية إرادة كبيرة ونية واضحة في الفريق الأيسر التوزيع من بنجولين ولكن الدفاع متكتل لا يبحث عن غزالي وتدخل دفاع أهلي البرج في مكالمة من عند السويسري بيير أندري شورمان لتدعيه مجددا مستدعيه في طمأن الجمهور ولكي يحكم الجمهور بنفسه على كل التسللات وكل الأخطاء الواردة في هذه المراوغة بنجولين في التوزيع ولكن الدفاع يتدخل 21 هدف التي سجلها الفريق لحد الان هذه الخطوره تستخرج الكره من جديد ماهير التي تساند الفريق سيدهم لياس توزيعة ممتازه ولكن تدخل دفاع للبرج مره اخرى يبعد الكره ويبعد الخطر